اروح معاكم الماتشات النهارده في مسابقه الدوري المصري ممتاز، لسه الاثاره والمتعه مستمره معانا بثلاث مباريات تعالوا نستعرضهم مع حضراتكم. كلهم على درجه كبيره جدا من الاهميه في صراع النقطه. نبتدي معاكم باول لقاء ما بين فريق اسوان والبنك الاهلي على استاد السلام الساعه 7 مساء. المواجهه الثانيه هتكون ما بين فاركو وسموحه الساعه 9:30 مساء على استاد برج العرب، وفي نفس التوقيت مواجهه ثانيه مواجهه السهره ما بين النادي الاهلي وفريق ام بي على استاد القاهره الدولي. أول مباراة على طول كده بست نقاط، لقاء أسوان مع البنك الأهلي، الاتنين عندهم هدف واحد لا بديل عن الفوز، الاتنين بيصارعوا بعض في مسابقة الدوري، الاتنين النقاط متقاربة جدا، الابتعاد عن منطقة الخطر اللي بتضم أكتر من 7 أندية، قلت لكم أسوان عنده من النقاط 31 نقطة، أصبح في وضعية صعبة لكن يقدر مع مدربه طبعا الكابتن أيمن الرمادي إنه يخرج منها بنفس الشكل اللي بيخرج دايما بيه حتى لو بيمشي على سطره ويقع في سطر لحد ما، ولكن مساعدات هامه جدا من الكابتن ايمن الرمادي ممكن ان هو النهارده يغيرها وان هو يعملها مع الفريق ومدي ايده للعيبه علشان يقدر يخرج بيهم بالثلاث نقاط. النهارده اسوان متبقي ليه 6 مباريات، لو فاز في 3 هيحسم تماما مساله ان هو خلاص يبقى يكمل في الدوري، لكن زي ما قلنا في سباق صراع النقطه الفوز اصبح عمله نادره جدا، لان دلوقتي الكل بيلجا ان انا لو ما خسرتش اتعادل. البنك الاهلي موقفه ايه؟ موقفه صعب جدا، اصعب، عنده 28 نقطه مع مدربه بابا فاسيليو، نفس الامر متبقي ليه 6 مباريات، محتاج عشان يكمل في الدوري على الاقل يكسب منهم 3 مباريات علشان يوصل للنقطه 37 وينتظر مثلا تعادل في 3 مباريات متبقية. ده وضع فريق أسوان ووضع فريق البنك الأهلي، أعتقد أنها تكون من أفضل المباريات اللي ممكن نشاهدها النهاردة. المباراة الثانية مباراة هتجمع ما بين فريق فاركو مع سموحة، هي مواجهة المفترض أن هي تكون بعيدة عن الشد العصبي لأنه الفريقين وضعهم في جدول المسابقة كويس، مفيش أي أزمات لسموحة، عنده 35 نقطة، متبقي له 6 مباريات، يعني ممكن يزود كمان عدد النقاط خلال المباريات القادمة، لو كسب منهم ماتش أو تعادل ماتش خلاص ممكن يضمن بقائه، لكن سموحة من المفترض إنه من البداية كان بيستهدف المربع الذهبي، يمكن كثرة تغيير المدربين من بداية الموسم عملت حالة من التذبذب في المستوى من أول ظهور لسموحة في المسابقة وهو دايماً بيلعب على فكرة على الهدف ده. ونجح فيه في أكتر من مرة، لكن هل سموحة مع الكابتن أحمد سامي أو هقول عودة الكابتن أحمد سامي بعد وجود الكابتن طارق العشري من بداية الموسم وتذبذب المستوى، هل هيقدر ينهي الموسم في مركز أفضل مع الوضع الحالي؟ آخر مباراة تعادل مع فيوتشر 1-1 وكان أفضل على فكرة فترات يعني كتير، قبلها فاز على غزل المحلة بـ2 دون رد. في المقابل فاركو مع الكابتن طارق العشري بقى، وأنا أقول لكم هو ده اللي كنت بكلمكم فيه، إنه المديرين الفنيين عملوا حاله من المقابله بقى، يعني زي ما احنا عارفين الكابتن طارق العشري كان بيتولى القياده الفنيه لسموحه، الكابتن احمد سامي كان بيتولى القياده الفنيه لسيراميكا، دلوقتي الاثنين هيتقابلوا في مواجهه هامه جدا وبفكرين معتادين عليهم، خلاص الاثنين حافظين بعض. خلي بالك لما بيكون في مديرين فنيين خلاص اعتادوا ان هم يحفظوا طريقه لعب بعض بيكونوا كتاب مفتوح. يعني كابتن طارق العشري عنده 37 نقطة، هقول انه المركز مش صعب قوي، عنده فرصة ان هو ممكن جدا ياخد مركز متقدم، وهيكون بيلعب النهاردة برضه بطريقة ان هو يخرج من المباراة باللي هو عايزه، وده اللي الكابتن طارق العشري بيعمله، ما بيحرقش كروته من بداية المباراة، بيلعب بمنتهى الهدوء، بيعتمد على التشكيل اللي هو مختاره، حتى تغييراته بتكون بمنتهى الدقة وبمنتهى الهدوء، وحتى لو كانت متأخرة لحد ما، ولكن في الآخر بيوصل للشكل اللي هو عايزه في ارض الملعب. كابتن طارق العشري الناس اللي بتقول ان هو بيقفل وان هو بيعتمد على مباراه دفاعيه بحته، لا، كابتن طارق العشري ما بيعملش كده، كابتن طارق العشري بيستخدم اكتر من اسلوب، وفي بعض الاحيان بيفتح وبيشتغل على الهجوم عنده بشكل كويس، بيشتغل على الجناحات، بيشتغل على المرتدات، بيعمل اكتر من اسلوب في الملعب يخرج بيه بافضل شكل، ولكن هقول انه مدرسه الكابتن طارق العشري هي تيبيكال الكابتن علاء عبد العال، لا ده مش حقيقي، علشان كده هنشوف النهارده برضو مباراه مثيره وممتعه جدا لكلا الفريقين. خلونا نتابع مع بعض المباريات كلها طبعا ان شاء الله، والمباراه القويه ما بين فاركو وسموحه. تعالوا نروح لاخر مواجهه،
مواجهة النهاردة مباراة السهرة اللي في نفس التوقيت طبعا بيكون عندنا مباراتين الساعة 9:30. مباراة تالتة هتجمع ما بين النادي الأهلي، وهي مباراة جماهيرية رائعة هقول فيها طرفها النادي الأهلي اللي منتشي واللي سعيد واللي فرحان بانتصاره الأخير أمام الترجي التونسي، واللي تأهل نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. عنده مواجهة الليلة مع فريق أمبي، أحد أفضل الأندية في الدور الثاني، بالتحديد مع مدربه المجتهد الكابتن تامر مصطفى اللي ماشي على حالة من الاتزان وخطى ثابتة لحد ما. نجح في ان هو يرجع الاتزان لأمبي تاني بعد ما كان في المركز قبل الاخير، وصل معاه للمركز التاسع، عنده من النقاط دلوقتي 36 نقطة، وده عدد من النقاط كويس، متبقي له 6 ماتشات لسه، لو فاز في مباراة واحدة ضمن بقائه خلاص في جدول الدوري، يعني لسه عنده فرصة واثنين ثلاثة ان هو يحسن من مركزه في الجدول. واضح انه أمبي عنده رغبة كبيرة جدا في انهاء الموسم بشكل مميز. نرجع بقى للأهلي. الأهلي متصدر جدول الترتيب، عنده دلوقتي 53 نقطة من 21 مباراة، فرصة في الفوز بالدوري تتخطى 90%، خلاص أصبحت مضمونة. أقوى خط هجوم برصيد 40 هدف متساوي مع بيراميدز، أقوى خط دفاع يعني هقول سكن مرمى 7 أهداف، ولسه متبقيله 13 مباراة.